يعني فطلعت العروس للعريس كانت كتير حلوة، وأنا انبسطت إنه كشغل كتير عجبهم. هيدا الشغل وهذا المجال بتحسي إنه يعني فن، وبصراحة يعني وشي كتير حلو، خاصة إذا الشغلة أنت بتحبيها من قلبك لازم تتعبي عليها. اجيت اختار فستان لانه سمعت عن اسم صالون نور، فساتين كتير حلوه وشغله كتير حلو، واجيت اختار لون فستان احمر لانه خطيبه لانه قرب عيد الفالنتاين وخطيبه بده لون احمر. أزمة كورونا خف ضغط العرايس، صرنا نروح ناخذ مثلا أغراض مثلا معنا، عدة المكياج، عدة التسريحات وهيك أشياء، نروح لعندها ناخذ أغراضنا ونعمل لها التسريحة والمكياج بالبيت أو تلبس فستانها بالبيت. هيدا عيد الفالنتاين مش ضروري يكون لحبيب وحبيبي، لازم يكون للأخوة، للخوات، للأهل، للقرايبين، فمش ضروري يعني يكون بس للحبيبين مثلاً.